اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الاهلي عنده مرحله غايه في الصعوبه، المرحله اللي جايه هتبتدي بمباراه بيراميدز، الاستعداد ليها هيبتدي كمان من بكره، استعدادات قويه جدا بمنتهى التركيز والجديه، وده طبيعي جدا لان انت بتنافس على كل البطولات. خلصت مرحله كانت مهمه في دوري ابطال افريقيا، احنا بقالنا كتير قوي تقريبا ما بنلعبش في الدوري، يعني لعبنا 19 ماتش دلوقتي، في ناس لعبت 27 و28 و26 ماتش، يعني بقالنا كتير قوي ما بنلعبش في الدوري عشان كنا يعني منشغلين بالتحدي الافريقي. نجحنا في الوصول للنهائي باذن الله، الفرحه تكمل والبطوله تخلص على خير بفوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي خلاص الملف الافريقي هيتقفل مؤقتا لغايه لما يجي ميعاد المباراه النهائيه. وعندي تفاصيل بخصوص المباراه النهائيه وكايزر تشيفز والكلام الكتير على مدار الساعات السابقه هتكلم فيها مع حضراتكم كمان شويه، لكن الاهم بالنسبه لي وبالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي هو ازاي انك تقدر تحقق معادله صعبه جدا خلال المرحله الهامه المقبله اللي بتتمثل في اربع مباريات قويه جدا. هتلعب بيراميدز وسموح والمقاولين ومقص، بغض النظر عن الترتيب ممكن اكون غلطت في الترتيب او حاجه، بس هما دول الاربع فرق اللي احنا هنلاعبهم. الاربع فرق تقال وكل واحد عنده احلام معينه عايز يحققها واهداف معينه عايز يحققها في جدول ترتيب الدوري، وفي نفس الوقت انت عايز تكسب الاربع ماتشات دي عشان تدخل غمار المنافسة وترجع لمكانك الطبيعي في صدارة الجدول، وفي نفس الوقت كمان انت عايز تحافظ على لعيبتك من الإجهاد والإصابات قبل ايه؟ قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. فالله يكون في عون الجهاز الفني بصراحة في الجزئية دي، لكن بالتحديد انا عايز اتكلم على مباراة بيراميدز. مباراة بيراميدز مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية لاعتبارات كتير جدا جدا. انت بتلاعب فريق قوي، فريق عنده امكانيات، لكن فريق كمان عنده طموح، يعني انت كمان تقلق قوي او تركز قوي لما تقابل حد عنده طموح، والطموح مش عيب، حلو الطموح مفيش مشكله، فانت لازم تبقى مركز معاهم جامد جدا، ولازم تحاول ان انت تفوز في هذه المباراه. كالعاده الاهلي بينزل اي ماتش بيبقى عايز يكسب بغض النظر انت هتلاعب مين، لكن انا بتكلم وبشوف ان هي مباراه قمه. هتقول لي قمه ازاي؟ ما هم دول مش في جدول الترتيب ماشيين وحش، وانت لو كسبت هتبقى الاول، فالقمه مثلا المفروض ما بين اول وثاني، لا مش دايما. انا بتكلم قمه في الامكانيات، لان بيراميدز بصراحه بكل وضوح عندهم امكانيات قويه، عندهم لعيبه مميزه. كمان بيراميدز خرجت امبارح من الكونفدراليه، فبالتالي هيخلقوا لنفسهم دوافع جديده يحاولوا ان هم يفوقوا على حساب النادي الاهلي. فالمباراه هتبقى صعبه جدا جدا، فمهم قوي قوي ان احنا نكون مركزين، ومهم قوي قوي ان احنا نحاول نفصل. وانا واثق جدا في الجهاز الفني واللعيبه زي ما كل جمهور النادي الاهلي واثق فيهم في حته ايه، انك تعرف تفصل ما بين البطولات. دوري ابطال افريقيا ملف واتقفل مؤقتا، انت دلوقتي في بطوله مهمه قوي قوي وهي بطولة الدوري العام، متعود على انك تفوز بيها، متعود ان انت دايما انت اللي في الصداره، كل الحاجات دي. في منافسة صعبة، نادي الزمالك بصراحة ماشي بشكل كويس السنة دي، لكن انت البطل ولازم تحاول تحافظ على البطولة وتشتغل بالشكل الجيد. فان شاء الله باذن الله اتمنى النادي الاهلي كل التوفيق في هذه المباراة، وكل التوفيق بعد ما يستأنف استعداداته من بكرة باذن الله على استاد مختار التتش. المباراة هتكون يوم الخميس باذن الله في استاد الدفاع الجوي ملعب نادي بيراميدز. ده فيما يتعلق بمباراة الأهلي وبيراميدز، هذه المباراة الهامة.